نعى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى جوار ربه. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع فقد قائدا عظيما للعمل الخيري والإنساني. وقال سموه: فقدنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها، وخسر العمل الخيري والإنساني أحد أبرز فرسانه وقادته، حيث أنه رجل كرس حياته في خدمة شعبه وأمته ودينه وخدمة الإنسانية، وستظل أعماله الإنسانية ومنجزاته الخيرة راسخة في الوجدان، وستبقيه نموذجا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: وإننا نستذكر بالعرفان والتقدير بصمات الفقيد الكبير البارزة في نهضة دولة الكويت وتطورها في كافة الميادين، ودوره الرائد والبارز في العمل الخيري والإنساني، حتى استحق لقب قائد العمل الإنساني من الأمم المتحدة لما قدمه من عمل إنساني كبير في جميع المجالات. وتابع سموه: إننا إذ نستذكر مآثر الفقيد الكبير والذي آلمنا هذا المصاب الجسيم، لنعرب عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا إلى أسرة آل الصباح الكرام وحكومة وشعب الكويت، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.